ما عنديش معاه لامور نبغي والدي يا كأس العالم كأس العالم ويا مازال الفرحة من البارح، والله لو من البارح صراحة فرحة سبيسر. بعد مرة الكورة حتى كنت كتبين لك دوك السيناريوهات، راها فهمتي، كتعاود وكذا وكتقول لا كتوقع شي حاجة زوينة وما كتفرحش. اش يا خويا، ولكن المهم صراحة البارح كان بزاف. المهم واش نخوت دخلتنيش انا دبر داخل سخون، ما بتمنى تكونوا مزيان. غير هي واحد الحاجة الدراري، زعما ما تخليوش شي واحد مثلا، ما عرفتش كاين بعض الناس مثلا كتشوف بحال كتنقص من القيمة ديال هذا الانجاز ديال انك تلعب كأس العالم. شوف انا كنت فاهمها بما ان يلاه لعبناها في روسيا، ولكن ما عرفتش كاين واحد الجيل اللي منهم انا عارفين شنو هي ديال انك ما تلعبش كأس العالم. واحد الجيل انا بحال في ديك 2002 كنت يلاه بديت مثلا، باقي الله حال عيني، غير عارف وكن عارف بلي المغرب ما مشاركش في كأس العالم. ما عندي شي تصاور ديال هذاك، شي تصاور في بالي ديال هذاك فاش تقصينا مع السنغال 2006. تفرجت في هذاك المونديال وما فيش المغرب، ومونديال واحد اخر ديال 2010 وما فيش المغرب، ومونديال ديال 2014 كتفرج فهمتي محب للكره يعني، وما كتلقاش بلادك، عرفتي هذاك احساس يعني. الناس اللي بحال هكا اللي تحرمت بين مونديال ومونديال راه 4 سنين، فهمتيني، راه جوج مونديالات راه عمر، راه ديال تبارك الله. هنا باش تعرف هذيك القيمه ديال هذيك صراحه الماضي يعني. خلي من غير، انا هضرت غير على كرويين، غير كمتتبع للكره وواحد كيبغي يشوف المنتخب اللي كيشجعو يشوف مونديال، ما نهضروا على داك المهم التداعيات ديالها، كان شي تداعيات اجتماعيه اقتصاديه ولا سياسيه ولا. المهم انا هضر غير على كوتي كروي دونك، يعني شي حاجه مزيانه اننا دابا نلعبوا جوج مونديالات متابعين. وكنتمنى ان انا دول كنتمنى ان نبقاو ديما نتاهلوا. وحاجه اخرى يمكن اللي نقصت مثلا من اللي خلات مثلا الناس انها ما تحس بهذا الانجاز، سي كو صراحه الباركور كان سهل. الباركور كان سهل، ما كيعنيش ان يعني مني شفنا ما كنكروش هذا الشيء، حتى هذه كانت زعما كتلعب ما كنكروش هذا الشيء ان لعبنا كاع الماتشات في التيرانات، ماشي كانوا منتخبات، واخا هكاك منتخب غينيا راه ماشي زعما منتخب اللي سهل، وهذاك وحتى النظام ديال هاد التصفيات قاسي ديال باق باق. تقدر تخيل حنا كنا مثلا خسرنا الماتش ديال الكونغو، ولا كاع كنت عادلنا جوج لجوج الله يستر، كنا غادي نتقصاو بلا ما نخسرو يعني، لاعبين تصفيات كامله رابحين كاع الماتشات ومتعادلين جوج ماتشات وما كناش غادي نتاهلوا يعني. حتى النظام ديال التصفيات ما كان ساهل، وكيف قلت ما كنكرش ان الباركور كان ساهل، بما ان لعبنا الماتشات كاملين في الرباط اغلبيه، وقال لك كلشي في الرباط لك يقدر كان شي واحد في كازا. وعاوتاني في القرعه في هذاك الماتش فاصل يعني جانا احسن خيار، احسن خيار هو الكونغو. كونغو كمنتخب دابا ماشي في الاول حنا كنقولوا لا اعذار هذاك ديال الماتش ديال كينشاسا، غير حنا قبل ما الماتش ما كنبغوش ناخذوا الاعذار، ولكن راه كانت صعوبه باش هذاك في هذاك الملعب ديال ملعب اصطناعي، وحنا الوحيدين اللي لعبنا في ظروف صعيبه خارج الميدان يعني. كاع المنتخبات الافريقيه راه لعبات في تيرانات، في تيرانات مزيانه في خارج الميدان يعني. كان عندنا ذاك الماتش صعيب بغض النظر ان المنتخب كونغو اقل قوه من المنتخبات الاخرين، ولكن كانوا عوائق كيف قلت. وهذا ما كنقولش انه ما كانش اصعب حاجه، ما الحمد لله ما لا صعيب، هذا ضروري خاص كان جبرت التاهل من الكوت ديفوار في الماتش تقبل، وديما القرعه حنا كتجيب كي اما مع الكاميرون وهذه. واخر حاجه اللي باش نسدوا هذا القوس ديال اهميه كاس العالم التاهل وزعما الصعوبه ديالو، ها انت تخيل لك دابا انت عندك لالجيري يعني لالجيري مصر، المنتخب الاخر كوت ديفوار نيجيريا، هادو يعني منتخبات وازنه في القاره، لان احنا عندنا غير عندنا غير خمسه البلايص، ماشي ساهل، عندنا غير خمسه البلايص، فضروري كيكونوا منتخبات اللي وازنه في القاره، وما ما كتقدرش انها تتاهل في التاهل المونديال. نيجيريا راه كامل النجوم، المنتخب الجزائري هو منتخب قوي، وشفنا هو وكنت اهل الجزائر كانت غتكون الكاميرون اللي ما غاداش تاهل يعني. صراحه فهمتي، المهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذا التاهل. رجع اخويا الماتش كان ديما كان تفاؤل وفي نفس الوقت التخوف، التخوف اللي كيكون منا حنايا، منا حنا اننا ما نلعبوش كورتنا.
من هذيك الضغوطات كذا، ولكن الحمد لله في الاول اللعابه دخلنا مركزين هذيك 20 دقيقه وناحي سير اخويا وناحي المفاجاه الساره فك، لان هذاك الهدف ديالو هدف بعد الجماليه ديال هذو ما نهضروش على التحكم وتسديده رائعه، وفكنا من اللعابه من وراها انا صافي ديك الساعه من وراها تفلت، لان لعابة تحرروا من الضغط ولينا كنلعبوا كورتنا، حنا كنخافوا من ناريوسنا ولينا كنلعبوا كورتنا كيكونوا لعبنا كره زعما في الارض ماشي بحال مول فين كنلعبوا كرات عاليه وهذه، ولكن حتى التيران يعني هذا الفرق بينه وبين الماتش الالي، التيران كان معاوننا اننا نلعبوا نهبطوا كره في الارض، وتقريبا هذا الماتش اللي لعبنا هذا الكونغو كان افضل من افضل الماتشات اضافه الماتشات الاخرين ديال المجموعات قبل ما نمشيو للكان، وكانت بهالطريقه كان غير كان ماركيو بيس ولا جوج المنتخب الاخر كيلقى راسو انه في واحد الحاله ديال خاصو يهجم مع خاصو مع كي، وحنا ما كنرجعوش زعما اللور بزاف اه كان بحال غير كنغلقوا المنافذ اون فوا ديما في بال اللعاب كتبان لك داك استرجاع الكره باق مع استرجاع الكره مع كيكونوا كونتر اتاك لعيب مباشر، ومن صراحة زعما الحمد لله في الشوط الاول سيناريو ما عرفتش فين كنت قلتها هنا ولا تيك توك ولا ما عقلتش، كنتمنى كنتمنى اننا الشوط الاول يسالي بجوج زيرو، والحمد لله ما غادي يسالي غير بداكشي اللي تمنينا، وتمني اللعاب بقاو مركزين حتى في الشوط الثاني، هذيك هي اللي كنت زعما بغيت اننا ندخلوا بعقليه ديال غنقطعوا الكونغو فهمتي بحال المنتخبات اللي كنضربوها بربعه، هذا الماتش حاسم التاهل لكاس العالم، ولكن كيف قلت من ورا ديك واحد زيرو تحيدات القيود، وشفنا داك المغرب اللي كيضرب منتخبات في كازا ولا في عندنا في اغلبيه التيران في الرباط ولا في مراكش بنتائج كبار، ففاش كنكونوا مدخلين صراحه عندنا هذا العامل كان الاجواء حتى الجمهور كان كانت اجواء المهم افكار كيبانوا بحال ما مرتبينش كنمشي لهنا، ولكن هذا فيديو حال الكاميرا وكان هضر اجواء صراحه كانت رائعه لا من الجمهور لا من كل شيء، كل شيء صراحه كان مهيئ باش اننا نتاهلوا، كنشكروا اللعابه حيت ما خذلوناش لا المفاجأة صار لا عز الدين أوناحي المفاجأة ديال الواحد اللي فاجأنا بها في هذا الماتش هذاك التغيير كيف ما كنهضروا عليه فاش كيدير شي حاجة ما مزياناش، فمن الواجب ديالنا أننا نتنيو على هاد اللقطة اللي دار أوناحي جوج بيوت وكان وراء الهدف حتى ديال حكيمي طارق تيسودالي اللي كيلعب بالروح ديالو، وانا هكا بغيت اللعابه ديال المنتخب انا فهمتي كتحس بطريقة السوداني كتحس به كيلعب بالروح ديالو عاطفي للمنتخب يعني كيعطي واحد التكنيك وهذاك الشيء كنهضروا عليه، ولكن هاك يعني اللاعب لما ماشي كيشغل مثلا كمسيره احترافيه والمهم كتحس به كتحس بالمغربيه ديالو، والحمد لله نصفات الكره على 28 سنه عاد باش تحت ليه الفرصة ديال انه يلعب مع المنتخب وبين على الفرحة ديالو من نهار جاتو الدعوة وفكنا ومنساوش عرفتي الخير ديالو في هذاك ديال الماتش ديال الكونغو، صعيب يكون مشينا تخسرنا الله يستر بشي جوج ولا المهم ما كانش خاصنا نخسرو يعني عاوننا في هذاك الماتش ديال هذاك الهدف ديالو فحلينا يعني الاول ديال الكونغو، الثاني عطانا الاطمئنان وكان وراء تمريره حسيمه الاوناحي عاوتاني من وراها فراب جبد غارديان وراء كان وراء البيت الرابع ديال حكيمي، ويمكن لينا ان نكونوا زعما اللعبة كاملين ياسين بونو القتاليه ديالو صراحه كان زعما كنحيوا عليه وانا بغى يكمل الماتش خاصه لان كنت على الاقل كنتمنى انه يبقى غير على الاقل حتى يسالي الشوط، علاش لان كنا ديجا الظروف مقابله راه ما مشاتش كان شويه قويص حف داك مع دخلنا مع تضرب لينا اليامير مشى لنا شونجمون كيدير شونجمون واخا كاينين خمسه ولكن كيكونوا ثلاثه التوقفات يعني مشى لك معاه توقف، فعلاش بغيت بونو كان بغي انه يمشي حتى للشوط بين الاشواط عاد باش نبدلوه لان باش نحافظوا على التوقف بقاو عندنا جوج توقفات، المهم بحال الشوط الاول سالين عاوتاني التوقف الثاني مني خرجنا بونو بقاو عندنا ثلاثه التغييرات اللي كان خصنا نديرهم في توقف واحد هو اللي فاش دارهم حتى الاخر، يعني الحمد لله اننا حسمنا الماتش وما تسنيناش من
اننا نبداو نحتاجو في التغييرات وهذه، لان كنا غنوقفوا في كونوا في وضعيه صعبه، ما تحسب اللعبه اننا دخلنا بعقليه ديال غنقطعوا الكونغو وقطعناهم. تخيل صاحبي كو كانت 0-0 بقات ديك 0-0 داك البيت ديال مالونغو، غير باش تعرف نص فرصه، ماشي حتى فرصه وما كاملاش. هذيك شنو هي هذيك كونترول كره وعاطي ظهره للمرمى، تبارك الله باق صاحبي كيفاش دار عليها. يعني تخيل كو كنا لاعبين على داك اللعب ديال ان 0-0 نضمنوا نحاولوا غير ب 0-0 صراحه. اوروزمون العقليه زعما كنت من انا نبقاو ديما بها، ديال انا دي تكون عندك ديما ديك العقليه ديال المنتخب، خاصك تعطيه العصا اللي غيطيح قدامك انت داخل في بالك، ماشي باش تربح وانما تعطيه العصا. المهم الحمد لله على التأهل كيف قلت، مبروك علينا كاملين. اخر حاجه الاداء الفردي لبعض اللاعبين، ادم ميسينا تبارك الله عليه، ماتش سون فوت بدون اي خطا، يعني ماتش مثالي، ما بلاصته محررها كل شيء. اكرد اللي كان بعض الفوس باس، ولكن الحمد لله ما خلصناش الثمن ديالهم، كان في بعض اللحظات كيكون التوتر عليه. سايس ما شاء الله. الكجوي الحمد لله اننا عندنا الكجوي من تصاب بونو محمدي كيخلينا نحسو بالامان، ما كيخليكش تحس بان راه عندك الحارس الثاني، ما كتحسش به حارس ثاني، دونك هذا افونتاج لينا الحمد لله. حكيمي حتى في الماتشات الاخرين ديال التصفيات لعقلته ما كانش كيلعب باداء مزيان، ولكن كيماركي مي بون زعما كيضيع عليه الكره بزاف، وهادي املاح وناحي حتى المرابط مره، ولكن اونغو قدم اداء مزيان صراحه. كاملين تيسو ديالي الكعبي. المهم شكرا لكاع اللعابه كاملين حيت فرحونا هذا النهار، شكرا على الوحيد، شكرا لفوز القزع، شكرا لكاع الناس. وهنا مني جبت هذه القضيه فوز القزع، انا كنت كريتيكيتو في هذا لاشين هذه، في واحد اللقطه على ديال الزوزولي كان قال خرج، قال زعما متناقض، كان بحال خرج قال تصريح والغد اللي قال تصريح واحد اخر. فالفكره غير باش تعرف انت كمشاهد مثلا الناس كيتبعون، انا ما ضد حد ما مع حد، كيكونوا الاحداث كنعلق عليها ما كنعقل على حتى واحد. يعني فوز القزع النهار غيدير مزيان راه غنقول مثلا ما دايرهاش مزيانه، ونفس الشيء للمدرب، ونفس الشيء لاي واحد، اي واحد في هذيك مثلا التسيير يعني بسيئاته ولكن بحسناته. من الحسنات ديال فوز القزع هي ان المنتخب مشينا في عهده جوج مونديالات متابعين، حقيقه مكتوبه ما تكفى هذه، ما يعني ما تكفى لها لا بسيئاتي اللي ما قدروش، كسيئات في التسيير القاضي، المشاكل في الانديه ديال المغرب، مشاكل في التحكيم، هذيك مهم داك السي جيب وحده. غير انا اللي بغيت نوصل لك كنعلق على الاحداث ما كاملش الشخص، دونك اي واحد ساهم في هذه الفرحه ديالنا فتحيه ليه وشكرا ليه، وشكرا للوحيد حتى هو المدرب كتحس به معاه كيفاش كيتفاعل مع الهدف ديالو، وصل الهدف باقي نعقل فاش كانوا سولوا على زياش، سولوا على زياش وكان مو في زياش ومزراوي شحال هذا فشي ندوه في الاول، كان قال الهدف ديال باقي نقال هذا الشيء بالاول يلا بدا الصداع، بحال كيهضر على روح المجموعه انهم كيبيرسيربيو للمجموعه، وهذه بيرسيربيو للمجموعه فكيوتروا لي الجو. قال الهدف ديالي انني نوصل لكاس العالم وما غادي نسمح لحتى شي واحد انه يوقف زعما ضد هذه القضيه وهذه. فهذيك القناعه ديالو ماشي هذيك القناعه ديالو كيفاش راسو قاصح، وهذيك وصلنا لكاس العالم فتحيه ليه، لان انا ماشي ضد زياش وماشي ضد اي واحد وما مسوقف اي واحد، انا همي هو نوصل للمونديال، هذاك هو همي. وصلت بزياش ولا مزيان فهمتي، يستحسن مثلا ان يكونوا النجوم ديالنا ووصلوا بهم كاملين، ولكن ما كذبش عليك انا ما سوقف حتى كنقول هذه، ما سوقف حتى شي قنقوم انا المنتخب للعاب اللي كيعطينا وكذا، هذا كنشكروا. الاهم حاجه هي النتيجه، اهم حاجه هي انني وصلت لكاس العالم فالحمد لله. دونك هادشي ما كان عندي في هاد الفيديو، مازال غيجيو الدراري ان شاء الله مواضيع هذا بحال نقول ردت فعل حتى هي ورا الماتش بهاد الفرحه، نهضروا نتريتو مواضيع على ردت فعل على القرعه، وغيكون المهم كاس العالم ونشوفوا ليه المواضيع ديالو مازال جاي ان شاء الله هاد لاشين.
واعلموا لان نقلعوا النيش مع هاد ليفينمون ان شاء الله. المهم الدراري تحياتي وشكرا لكم على المتابعه، وكنشكركم على اللايكس وعلى الكومنتس، وكنقراهم كاملين وكنشكركم كاملين، وشكرا بزاف.